السلام عليكم، معكم الحسن الشقر وكيل لائحة اليوسفية بالرباط ووكيل لائحة الدائرة التشريعية رباط شلة. أنا كشاب ساكن في مدينة الرباط وكاتحادي حامل القيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكابن هذه المدرسة وكمجموعة ديال السكان جاتني غيرة كبيرة على مدينتي التي تقريبا لم يعد يمثلها أحد في مجلس النواب، رغم أننا هذه مدينة اللي كتعطي سبعة ديال النواب، إلا أنه للأسف أغلب هاد النواب لا تطأ أقدامهم مجلس النواب، وهذا حتى بحكم العمل ديالي في وزارة العدل كرئيس ديوان تعرفت على مجموعة الأشياء اللي كتم في البرلمان، وللأسف كنلاحظ غياب ديال النواب بمدينة الرباط لا فيما يخص العمل التشريعي لا في الرقابة الحكومية لا في الدبلوماسية الموازية لا في الافتحاص. إذن الرباط اللي كانت معروفة بأنها تنتج خيرة نواب هذا الوطن إلى جانب طبيعة الحال نواب آخرين، اليوم محتاجة أنها تكون ممتلة بشكل جيد، وهذا الشيء اللي دفعني أنا أنني يكون عندي هذا الطموح. والحمد لله الإخوان ديالنا في الحزب لا في المقاطعة السويسي ولاد حسان ولاد اليوسفية اللي هو التراب رباط شلة كلهم ساندونا ودعمونا، وهذا الشيء اللي كيجعل هذا الترشيح ديالي ترشيح قوي للمنافسة من أجل نيل المقعد رباط شلة إن شاء الله. عموما الحملة الانتخابية كتمر في أجواء جيدة جدا، هاد التحدي ديال كورونا أكيد كيجعلنا نبحثوا أننا نكونوا منظمين أكثر، كنلحوا على الإخوان ديالنا أنهم يلتزموا ما أمكن بالتدابير الاحترازية على الأقل وضع الكمامة إلى آخره، ولكن اللي إيجابي هو أن يمكن هاد عامين ديال كورونا جعلت بزاف الناس كيقتنعوا بأن العودة اليوم إلى نموذج اجتماعي إلى نموذج ديال الدولة الراعية هو شرط أساسي من أجل التنمية. هذه القناعة اللي تشكلت عند المواطنين جعلتهم وهادشي كنلاحظوه في جولاتنا في اتصالاتنا مع الساكنة جعلتهم أكثر انفتاح وجعلتهم عندهم قابلية كبيرة اليوم للتصويت لمرشحي ومرشحات الاتحاد الاشتراكي، خاصة أننا في الرباط كما قلنا في الأول نقدر نقول لكم ثلاثة الوكلاء اللوائح من أصل خمسة تقل أعمارهم على 40 سنة، أنا في عمري 37، وكيل لائحة مقاطعة حسان 31، وكيلة لائحة مقاطعة أكدال في عمرها 34 سنة. إذن الاتحاد عائد بقوة ولكن بنفس جديد، وربما هذا الشيء اللي كانوا كيتسناوه المواطنين، وهذا الشيء اللي جعل التفاعل وغتكونوا لاحظتوه في مختلف الأحياء هو إيجابي ورائع، وحنا نتفائل خيرا إن شاء الله في الاستحقاقات. الكلمة الأخيرة كما قال الأخ الكاتب الأول، حيدوا العجز. هذه الانتخابات ربما غتكون انتخابات تاريخية، لأن الالتقاء الانتخابات الجهوية والبرلمانية والجماعية رقميا كيوقع كل 30 عام، إذا هذه انتخابات خاصة في مرحلة خاصة. احنا في هذه المرحلة ما بين 2021-2026 ما زال التعايش مع هذا الوباء والتبعات ديالو إلى آخره، وما عرفناش وقتاش غادي يسالي الوضع إقليميا، انتم كتشوفوا مع الجيران ديالنا ماشي سهل. إذا التحديات الداخلية لا فيما يخص تنزيل الجهوية، تقوية الرعاية الاجتماعية، كاين تغيير أو إعادة إنتاج القانون الجنائي بشكل اللي كيتواكب مع هذا العصر، كاين تحديات حقيقية ديال الإدارة الرقمية والإدارة الإلكترونية وتفعيل قانون تبسيط المساطر اللي صدر واللي كان ترجمة لتوجيهات سامية. هاد التحديات كلها كتقتضي منا أننا نختار أناس اللي لهم من الكفاءة من الطاقة من القدرات ومن الرغبة والقدرة على الابتكار ما يجعلهم قادرين أنهم ينجحوا هذه المرحلة 2021-2026 اللي هي مرحلة حاسمة. وأنا شخصيا كنأكد وكنعتقد بأن في مرشحي الاتحاد الاشتراكي غادي تلقاو ناس اللي غادي يقدروا ينجحوا هذه المرحلة، فنحاربوا العجز نمشيو نصوتوا رهان كبير، ونتمنى أنكم تصوتوا على الاتحاد الاشتراكي وعلى الوردة.